أهلا بيكم حبايبنا أطفالنا في مدارسنا مدارس البيطاش والمنتزه الخاصة. هنتعلم النهاردة مع بعض معلومة جديدة وهنعمل حاجة جديدة. يلا نعمل مع بعض أحلى خروف للعيد. أنا ومامتي نحضر أدواتنا. نجيب مقص وقطن وجلو وصورة لأحلى خروف للعيد، ونبتدي نشوف الصورة اللي هنلزق عليها القطن. الخروف بيغطي جسمه صوف. نقعد مع بعض ونجيب القطن ونلزقه فوق الصورة، يطلع أحلى خروف للعيد. ونغني خروفي يا خروفي، يا لابس بدلة صوفي، لك قرنين وأربعة رجلين، تاكل كتير وتبقى سمين، ونذبحك على العيد الكبير. العيد الكبير اللي هو عيد الأضحى المبارك، عيد الأضحى المبارك اللي هو العيد الكبير بنذبح لي الخروف. فكرتوا يا حلوين ليه بنذبح الخروف في العيد الكبير؟ هقول لكم ليه. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء حلم إنه بيذبح ابنه إسماعيل. راح لابنه وقال له ربنا أمرني إن أذبحك، أعمل إيه؟ قال له يا أبتي، يعني يا بابايا، اعمل اللي ربنا أمرك بيه. وجه فعلا يذبحه. فجأة نزل خروف من السماء يفدي سيدنا إسماعيل، وذبحوا الخروف بدل إسماعيل، واليوم ده بقى عيد للمسلمين. نذبح فيه الخروف ونوزع لحم الخروف على قرايبنا وعلى المحتاجين، ونفرح في العيد ونلبس لبس جديد. وكل سنة وانتم واحنا طيبين، وعيد سعيد علينا كلنا، كل سنة وكلنا طيبين. باي باي، أشوفكم مع معلومة جديدة.